لما فتحتي دولابها أول مرة؟ لا، هو من ساعة ما راحت العزل كان مقر قراءة القرآن كانت جوه الأوضة عندها، علشان أحس إنها لسه موجود، بالرغم من إن كانوا بقى لسه إحنا في أول كورونا، فكان يقولوا حسبوا الأوضة ما تدخلوش، والنفس كنت بدخل. أما أحب عايزة أعيط أدخل عندها الأوضة وأقول يا مامي مش عايزة يبقى دمي تقيل، بس أتكلم معاها زي ما 50 سنة اللي فاتوا كان بيحصل. فقررت زي ما انتي قلتي، هي ما غابتش، هي موجودة، احنا اللي بنقرر الانسان ده مشي ولا ما مشيش. انا بالنسبة لي هي ما مشيتش، هي مش موجودة كده زي ما كانت بتبقى مسافرة او في البلاتو. زمان ما كانش فيه موبايل، فلما كانت بتبقى جوه الاستوديو ما كنتش بعرف اوصل لها. اوقات وانا داخلة لسه بقول للروضة، انا كنت بذاكر ساعات في اوضة اللبس الملابس بتاعتها بره، وهي تبقى جوه ما اقدرش ادخل لها الا لما يبقى في بريك، فيتقال بريك يا تعالي مامي بسرعه ادخل لها اسلم بقى على الكاست مش عارفه ايه. بس وانا صغير ده ايام بقى الماسبيرو يعني، فبقول لرهضة انا اتربيت جوه الاستوديوهات زي هنا، ولما بندخل المدينه بحس ان انا جوه جزء من حياتي، جزء من عمر امي. 40 يوم قضيناهم في هي قضيتهم في العزل، واحنا قضيناهم في القلق أصعب والأصعب منها كتير يمكن. بس أنا فاكرة إحنا كنا بنكلمها وإنتي كنتي بتكلميها إنتي يعني الجمهور ما يعرفش، إنتي كنتي بتكلميني مرتين في اليوم وساعات ثلاث، مرة مكالمة الصبح أول ما تصحي، بعد الظهر، وبالليل اللي هي الفجر. عمرو بيبقى جنبك مش قادر يتواصل كده، وبيكلم الدكاترة، وبنحاول نعمل كل حاجة، واحنا عارفين ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه. كلنا كنا على درايه وعلم وثقافه كافيه، تعرفنا ان النقطه اللي وصلنا لها ملهاش رجوع. بس احنا هي كانت بتكلمنا عادي لما كانت في اوضه. كنا بنكلمها عادي، وقعدنا بنهزر على عربيه الاسعاف وكل حاجه، وهزرت معانا تسريحه شعري وخلي بالكم من تسريحه شعري والصوره اللي نزلت لها في البتاع، وقعدنا نقول لها فين الصوره وهاتي المانيكير يا هاتي روجاجو يا اميره وابعتي المانيكير. لكن لما راحت بقى الانتنسيف كير وابتدت كان نفس الوضع. فاكره انت كلمتيني في يوم كانت معانا على الفيس تايم وحطيتكوا قدام بعض وعملت لك كده وقالت لك بصي لي يا عمرو. هي الاخر يوم يا لميس كانت معانا لغايه الفنتليتر، لما دخلت على جهاز تنفس الاختراقي او الداخلي كانت سامعه، ما دخلتش في كوما. كانوا بيعملوا لها كل يوم زي ما انت عارفه جهاز اللي هو الادراك، وكانوا بيتاكدوا كانوا بيخدروها عشان عشان تتحمل بواخته يعني. كانت صبره قويه بس دايما كانت تقول خلي بالكم من اميره وروضه، خلي بالكم من اميره، خلي بالكم من اميره. مفيش حد ما قالتلوش خلي بالكم من اميره وروضه، وده عمال اساسي. لسه كنت بقول بره ان في فيديو بتقول انا مش عايزه اقوم عشاني، انا خلاص عايزه اقابله، لكن عايزه اقوم عشانكم، لكن انا جاهزه اني اقابله. ايه لميس؟ انا عارفه انها حلقه صعبه جدا. لميس احنا بقالنا سنه؟